من وراء الشاشات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا أن نبدأ الآن هذه الاحتفالية في حب صوت اليمن وضميره الفني الفنان الكبير أيوب طارش عبسي. بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا نحتفل اليوم بالفنان أيوب طارش؟ لماذا أيوب من بين جميع الفنانين؟ لماذا أيوب دون سواه؟ سؤال له ألف إجابة وإجابة. نحتفل بأيوب لأنه غنى لكل التفاصيل في حياتنا، غنى للأرض فكانت أغانيه برائحة ترابها ونكهة بنها ولون القمريات أعلى نوافذ منازلها. حدقوا في ملامح أغانيه جيدا، حدقوا ستجدون أن للسهول نصيبا فيها، وللحقول والأودية والسواق والأنهار والجداول والجبال والتلال. غنى أيوب للوطن فتعانقت القرى في أغانيه مع المدن، وتوحد فيها الجنوب مع الشمال. حرك بنشيد البلاد أعلامها في طوابير الصباح، وأضاء بأنغامه القناديل في الأعياد الوطنية. غنى للثورة فكانت أغانيه وقودا ونارا في مشاعل الثوار، وكانت ترنيماته دافعا لمواكب الزحف نحو المجد. غنى للحب فكانت أغانيه غيمة عطر تسقي قلوب العاشقين حتى تفتحت كالورود. غنى للمغتربين، نعم غنى للمغتربين، فكانت أغانيه حبالا تربط أرواحهم بتراب بلادهم، وجسرا يعبر على حنينهم إلى أحبائهم. أعرفتم الآن لماذا أيوب؟ أيوب لأنه ربى قلوبنا على الحب والثورة والوطن والوفاء. فلنفتتح هذا الاحتفال به من خلال ترديد النشيد الوطني الذي زرعه في أرواحنا كسارية العلم بصوته ولحنه. أيتها الدنيا نشيدي، رددي أيتها الدنيا نشيدي، رددي وأعيدي وأعيدي، واذكري في فرحتي كل شهيدي، وامنحيه حللا من ضوء عيدي. رددي أيتها الدنيا نشيدي، رددي أيتها الدنيا نشيدي، وحدتي وحدتي يا نشيدا رائعا يملأ نفسي، أنت عهد عالق في كل ذمة، رايتي رايتي يا نسيجا حكته من كل شمس، أخلدي خافقة في كل قمة، أمتي أمتي امنحيني البأس يا مصدر بأسي،
واذخريني لك يا أكرم أمة. عشت إيماني وحبي أممية، ومسيري فوق دربي عربية، وسيبقى نبض قلبي يمنية. لن ترى الدنيا على أرضي وصية. تفضلوا جميعا بالجلوس. شكرا لفناننا الكبير أيوب طارش عبسي الذي غنى لنا النشيد الوطني بصوته ولحنه. جميعكم يعرف أغاني أيوب طارش، جميعكم يعرفها، لكن هل تعرفون حياته وتفاصيلها؟ هل تعرفون ذلك الشجن وراء أغانيه؟ ما السر في نكهة أنغامه الفريدة؟ نترككم مع هذا التقرير لتعرفوا أكثر عن ذلك. محلى هواك، محلى هواك. بصوته الذي بلسم جراح الأحبة وترجم مشاعر العشاق ونضالات الأحرار وهتاف الثوار، صوته الذي كان امتدادا لضمائر الوطنيين وملامح اليمن بقاماته وأعياده وأمجاده. أيها الخافق الذي تتفيح ظله الصافنات والهيجاء. إنه أيوب طارش عبسي، الفنان الذي شكل بصوته وأغانيه أبرز ملامح الغناء اليمني المعاصر. فما قبل أيوب ليس كما بعده، ولم لا؟ فقد شكلت تجربته الفنية مدخلاً لاستقراء الغناء اليمني عامة والتعزي على وجه الخصوص. لأغاني أيوب بتنوعها وتعدد مضامينها روح متجددة بحضورها الدائم في يوميات الناس وطقوسهم، بأفراحهم ونضالاتهم وعلاقتهم بالأرض والوطن. خلي النادى، خلي النادى فوقك عليك يهمي. من أقاصي حنجرته إلى أقاصي قلوبنا يتسلل الشجن وتغفو المواويل. هو الذي حمل همنا وهندس أفراحنا بعطاء قلبه. هذا عطاء قلبي قاسم، قلبي قاسم وأعطى. إنه أيوب مهندس الحنين ومخترع صورة الوطن الأنقى. لم يكن سواه مهندسها الذي يجيد تجسيدها بكل هذا الجمال. وأي جمال! إنه الجمال الذي خلقه هو دون غيره. أيوب الذي يبدو الحب في حضرته بكامل فلسفته ورونقه، ويبدو الوطن بكامل أناقته، ويصبح المنفى في حضرته وطنا رحبا. رافق صوت أيوب شجن المهاجرين وغربتهم، وعلى نغمات أوتاره هفت أرواح الملايين، وارتحلت بصوته قلوب صوب أحبتها، واتجهت بندائه وجوه وقامات صوب قبلة الوطن. أهل الأرض عاد لها ذو يدا. وحينما صدح بالسؤال الوجودي المهول، هل الأرض عاد لها ذو يزن؟ كان ذو يزن يطل من قرص الشمس التي أطلت على جبال اليمن وسهولها وبيانها ورمالها، كل رمالها، شمس اليمن ووهجها، اليمن فحسب. يمن أيوب، ويمننا نحن العاشقين والمهاجرين والمبعدين والحزانة في زمن المنافي والانكسار. رددي أيتها الدنيا نشيدي. أيوب لحظة أغنى رددي أيتها الدنيا نشيدي، نسج من خيوط قلبه نشيدنا الوطني وجعل الحناجر تصدح بحبه. أيوب الذي رقصت على نغماته ملايين الأرواح، كان صن وهسهسة البلابل وأهازيج الحقول وحنين الينابيع، ولا يزال. يا حب ما علمت قلبينا سوى علم السماء.
لطالما اقترن الفن بالسلام، فالفن هو البذرة، والسلام هو الزهرة الطالعة من قلبها. الفن هو الحمامة، والسلام هديلها. الفن هو الوردة، والسلام عطرها. الفن هو الغيمة، والسلام أمطارها. الفن هو الشمس، والسلام نهارها. وما أجمل أن يترجم الفن إلى سلام من خلال كلمة تلقيها الحائزة على جائزة نوبل للسلام الأستاذة توكل كرمان، لتتفضل مشكورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أبانا فنان اليم الكبير أيوب طارش عبسي. الأعزاء والعزيزات الحاضرون جميعا، شاركت في فعاليات كثيرة وألقيت كلمات في جهات العالم الأربع، لكنني اليوم أشعر بالرهبة وأنا أقف أمام أيوب طارش عبسي. أيوب أيقونة جيلنا ونغمة انعتاقنا وفاتحة الجمهورية ونشيد الوحدة اليمنية. أيوب الحب ولوعة المشتاقين وحنين المغتربين ونداء البعيد ومهاجل الزراعة وترنيمة يمنية تتردد على كل لسان. أيوب تاريخ من الفن ووعد لمستقبل اليمن. اليمن، اليمن العظيم الذي عليه أن يتحقق في الزمن القادم بنفس حضوره في تاريخ الفن والثورة وأكثر منه، يتحقق باستمرار بفنه الحي الذي لا يموت، فنه الذي يمنحنا ذاكرة للجمال ومرآة نرى أنفسنا من خلالها وهجاً لا ينطفئ. كان أيوب صوتاً لنا في بداية وعينا بالحياة، وسيبقى بشارة بيمن جديد لا زلنا نكافح من أجل الوصول إليه. نحن محظوظون بوجودك بيننا فناننا الكبير وأبانا. نحن محظوظون بوجودك بيننا، نحتفي بك اليوم، نحن نحتفي بك. إذن نحن نحتفي بالفن والفنانين اليمنيين جميعهم من خلالك، وعلى وجه التحديد فناني سبتمبر وأكتوبر، من رحل منهم ومن لا زال على قيد الحياة. إذا أردتم أن تعرفوا اليمن وماذا تعني لها ستينيات وسبعينيات الثورة، فانظروا إلى جيل فنانيها العظماء. انظروا إلى فنانيها في سنوات ولادتها وشبابها. تأملوا أيوب طارش عبسي وأبو بكر بلفقيه وعلي الآنسي ومحمد مرشد ناجي وعلي السمة وفرسان خليفة ومحمد سعد عبد الله وأحمد قاسم والسنيدار والحارثي وعبد الرحمن الحداد وأحمد فتحي وأمل كعدل وآخرين لا تحضرني أسماءهم الآن. كان جيل الفنانين الرواد تعبيراً عن حياة جديدة وميلاد اليمن، ميلاد اليمن بعد عقود من ظلام الإمامة ومظالم الاستعمار. والإمامة والاستعمار كما علمنا تاريخنا يأتيان معا يدا بيد ويرحلان معا يدا بيد. وكان لانتكاستنا دائما وجهان، أحدهما من الداخل والآخر من الخارج. الفن ذاكرتنا، وأيوب صوتنا الذي يذكرنا بأننا شعب لا يموت.
ويمن يأبى الانكسار أمام الضيم والظلم والظلام. دعونا نعود إلى الفن، فأمام الفن تصغر السياسة وتتقزم الحرب وتصغر كبارها. وإذا حضر أيوب حضر الفن بكله. خلف هذه البساطة الأليفة التي عرف بها أيوب طارش عبسي، خلف هذه البساطة الأليفة التي عرف بها أيوب طارش عبسي تاريخ من الإبداع والتألق والإنجاز الفني. خلف هذا التواضع الجم تاريخ مجيد أصبح تاريخنا نحن، تاريخ يمننا، لا سيرة حياة فنان يمني فحسب. الأعزاء جميعا الحاضرون في هذه الفعالية التكريمية لأهم رموز الفن في يمننا الحبيب، لا ألقي كلمة اليوم، أنا أعبر عما عشته من إحساس باليمن وجبالها، ثورتها، حقولها، سهولها، شجونها من خلال صوت أيوب طارش عبسي وأغانيه وأناشيده ونغماته. أيوب ليس مجرد فنان عابر والسلام، لقد كان ولا يزال حالة نادرة في حياة شعبنا ومجتمعنا، حالة استثنائية أفرزتها اليمن في لحظة تاريخية معينة، انتخاب طبيعي أرادته الحياة ليكون صوتنا ونغمتنا ونشيدنا ومهجلنا ونداءنا في زمن لا يتكرر وفي ذروة لا تكون متاحة كل يوم. ولهذا فإننا نحتفي بأنفسنا عندما نحتفي بأيوب، والاحتفاء بفنان يمني من جيل الرواد له مذاق خاص بيننا اليوم. لقد عمى الجحود حياتنا، نعم للأسف عمى الجحود حياتنا العامة، حتى أن كل فنان لا يحتفى به إلا بعد موته، لكننا نحتفي اليوم بفناننا الكبير أيوب طارش عبسي وهو بيننا، ونقول له عمرا مديدا وأمدك الله بالصحة والعافية لتشاهد حب الناس، أمدك الله بالصحة والعافية لتشاهد حب الناس واحتفاءهم بك. تكريم الفنان يكون وهو حي يستمع لصدى إبداعه وتقدير مجتمعه لفنه وعطائه وبذله. ولعلنا بهذا الاحتفاء البسيط نستدرك في أيام الشتات شيئاً مما لم يحدث في أيام الاستقرار، نحاول أن نقول كلمة في زمن الحرب لم تقل في زمن السلام. لقد مرت علينا سنوات عجاف كانت القيمة العليا فيها لقاطع الطريق والناهب وأهمل الفن والفنانين والمبدعين، حتى ظن الناس أن اليمن تجحد أبناءها، تجحد مبدعيها وتتنكر لهم. لكن اليمن ليست هذه السلطة، اليمن ليست هذه السلطة، اليمن هي الناس، هي البسطاء، اليمن هي الأرياف، العمال، الشقاة، المزارعين، ومن يكدون من أجل لقمة العيش الكريم. اليمن هي ملايين الناس في المدن، الذين يدركون الحقائق بصمت ويعرفون من يمثلهم ويتحدث باسمهم ومن يكذب عليهم ويسعى لطمس تاريخهم وفنونهم وقوتهم وقدراتهم. ومن غير أيوب والفضول نتعلم منهما فضل الشعب وقدره ومكانته. اهتفوا للشعب، اهتفوا للشعب، إن الشعب جيش لا يذل. وقفوا للشعب، إن الشعب أولى
أن يجلوا وثقوا بالشعب، إن الشعب شهم لا يغل، واعملوا للشعب الشعب فما خاف سيف بيد الشعب يصل. دمت بخير وعافية فنان الشعب الكبير أيوب طارش عبسي. السلام عليكم. شكرا للسيدة توكل كرمان. لو كان الفن رجلا لرأيتموه اليوم وهو يقبل رأس الفنان أيوب طارش امتنانا وعرفانا على كل ما قدمه من أجله، فقد كان من قبله جائعا فأطعمه أيوب أشهى الألحان كحبات العنب، وكان عاريا فكساه بأفخر الكلمات وأكثرها أناقة، وكان ظمآنا فسقاه بأعدب صوت تحت غيوم السماء. الآن ومع كلمة للصحفي والشاعر أحمد الشلفي. السلام عليكم ورحمة الله. توكل أخذت كل الكلام بس بحاول يعني. مساء الخير عليكم جميعا. فنان اليمن الكبير الأستاذ أيوب طارش عبسي، الصديقة والرفيقة الأستاذة السيدة توكل كرمان، الحضور جميعا، مساء الخير عليكم لحنا أيوبيا عابقا بالحب والعطاء والدهشة والبوح العاطر الذي يتفجر أغان شجية لطالما عمرت قلوبنا الظمأة كانت ولا زالت، وكان أيوب موعد ارتوائها. ومن بالغ السعادة أن أتحدث في حفل تكريم صوت اليمني وضميره الفني الفنان أيوب طارش عبسي، وقد تشربته أنا في مراء الصبا في قرية الصغيرة كما تشربتموه جميعا وتشربه ملايين اليمنيين مغتربين وعشاق ومزارعين صغارا ونساء وكبارا، كل منا لديه قصة مع أيوب. نحن اليوم في مقام الفن وما يتعلق به من تعبير ومشاعر وانتماء، وتكون هذه المعاني في ذروة اكتمالها ونحن في حضرة الفنان أيوب طارش عبسي. الحديث عن فناننا الكبير يعني صعودا لبدايات متوهجة من الذاكرة، هي المكان الأكثر خلودا من أي جغرافيا ممكنة. حين نذكر اسم أيوب لا تحضر الموسيقى وحدها، بل تتشكل في أذهاننا حيوات ومواقف وتواريخ كاملة يعبر عنها فن أيوب طارش. وأقول فن أيوب لأن أيوب فنانا سبق بفنه التسميات والتصنيفات جميعا، فمنه يبتدئ الفن وإليه ينتهي. لو بدأنا من هذه اللحظة الآن التي تعيش فيها اليمن أوضاعا مأساوية وحالة من عدم اليقين والشتات، فإننا نجد أنفسنا نبحث عن صوت أيوب ليوحد قلوبنا ويلملم ما تبعثر في زمن مليء بالمآسي والأسئلة التي لا تجد أي إجابة، بدءا من النشيد الوطني الذي كما تعرفون كان النشيد اليمني جنوبا قبل الوحدة ونشيد اليمن الواحد، مرورا بكل ما عزف وغنى ليتأكد لنا أن مهمة فناننا الكبير تتجاوز أي مهمة وطنية بل وتعلو عليها. إن الاحتفاء بالفنان أيوب طارش هو احتفاء برمز من رموزنا التي قدمت الكثير للأغنية اليمنية، فهو لم يأتي ليبني على القديم فقط بل ليبتكر أسطورته المتفردة، عازفا للحب والأرض، منشدا للوطن، منحازا للشعب، معبرا عنه وعن طموحاته ونضالاته وبطولاته. ولذا سنجد أن أغانيها الوطنية هي السائدة بين كل الأغاني المماثلة، وقد كان سباقا
للاحتفاء بكل مناسبة وطنية. أيوب غنى لثورة سبتمبر وأكتوبر كما غنى للوحدة، وحفز ذواتنا الوطنية في أغاني أخرى. فنحن كلما مرت مناسبة لجأنا إلى أيوب، لأن فن أيوب عابر للمناسبات والأمكنة والزمان. ولقد كان هذا هو نتاج لشخصية أيوب المبدعة والمخلصة القادرة على اقتحام مناطق في الفن، مناطق في الفن من الصعب على غيره الوصول إليها، ونتاج تناغم وتكامل بينه وبين بيئة تعز والشخصيات التي رافقته، ليشكل معها ثنائية رسمت لوحة نجاح مع الشاعر عبد الله عبد الوهاب نعمان الفضول رحمه الله. يختار أيوب طارش أغنياته وكأنه يختار لنا ما أخبرناه عنه مسبقا، فيعزفنا جميعا بريشة الوتر، يغير اللهجات ويعدد الألوان، فلا تتغير ولا تتبدل شبابة صوته الخلاب الملهم. يتغلغل أيوب بفنه في تفاصيل الحياة اليمنية وتشكلاتها بين الريف والمدينة والسهل والجبل والحقل والمصنع، يستيقظ معنا غبش والطل فوق الرشاش، ويتجلى في صبح عاشق ساهر، أشكي لمن ونجيم الصبح قلبي الولوع، ويناجي حاملات الشريم والطل فوق الحشائش، لتصبح هذه الأغاني حاجة يومية لبدء صباحنا جميعا ولتعديل مزاجنا أو للتعبير عن موقف ما. حين نستمع أغنية مطر مطر والضبا بينه يدور مكانه، نشعر وكأن المطر يتساقط علينا الآن. نشعر أيضا بدفء خدر بدوي وببرودة ماء الكوز، وحين يغني وطائر مغرب ذي وجهت سنم تهائم نطير معه أيضا إلى هناك. وحين نكون في منتهى العشق نغني أحبك والدموع تشهد ودمع العين ما يكذب، من أجل عينك وحبيب القلب شكرم ألف عين. وحين نعاني لوعة الشوق والحنين نغني مهما يلوعني الحنين، شصبر وراعي لك سنين وأعطيك كل العمر ما دامك على عهدك أمين. وحين تزيد المعاناة نستمع لهيمان هيمان، حتى لو سكنت السحاب طير مالك والبكا خلي البكالي، يا ما صبرت قاسيت. وهكذا ينساب أيوب رقراقا مثل سواقي جبل صبر، وينابيع وادي الضباب مثل برق على جبال الأعروق، ويهدر كسيل يصب في مداربه، يشدو مع الحب ضوء القلوب، ويعلن بفرح حبيت ماشي حلمت وترأيت، ويرش عطور الكاذي ويربت على أحزاننا. يغني أيوب للوطن فيهتف للشعب جيشا لا يضل، ويتغنى بنضالات الشعب سبتمبر وأكتوبر. من آمنوا سبتمبر أكتوبر، من آمنوا لن يقهروا، إنا بعون الله لن نطغى كمن قد أدبروا، ويصدح فينا محفزا املأوا الدنيا ابتساما، وارفعوا في الشمس هاما، واجعلوا القوة والقدرة في الأذرع الصلبة خيرا وسلاما، واحفظوا للعز فيكم ضوءه، واجعلوا وحدتكم عرشا له، واحذروا أن تشهد الأيام في صفكم تحت السماوات انقساما، وارفعوا أنفسكم فوق الضحى أبدا عن كل سوء يتسامى. أيوب، سلام على روحك الأثيرة، تجلس بعد كل هذا البلوغ العظيم بيننا متواضعا واثقا. يا هيمان، لقد بلغت السحاب وأرويت قيعان قلوبنا. يا هيمان، لقد بلغت السحاب وأرويت قيعان قلوبنا، انحزت لأفراحنا ولأيامنا الصعبة ولغربتنا عن وطن لا يبرح الحشا. أخيرا شكرا لك، شكرا لك لأنك منحتنا شرف هذا اليوم، لأنك لحننا الخالد. شكرا
بحجم الابتسامات التي ملأت بها وطننا، وبعدد الأغنيات التي وزعتها على كل بيت وأضأت بها كل ليل. شكراً لأنك كنت يمنياً أصيلاً، أحببت اليمن دون حد فأحبك دون حد. يا صانع الفرح اليمني وواهب الضوء، أخذتنا معك إلى كل مكان في وطن كان ولا زال في الحدقات. نحن يا أيوب مطمئنون إلى أن قلبك ينبض بيننا وسيظل ينبض في دواخلنا وداخل كل الأجيال ملايين السنوات. السلام عليكم. شكراً للصحفي والشاعر أحمد الشلفي الذي يصعب الحديث ببلاغة بعد ما قاله. من هو أيوب؟ أكرر السؤال، من هو أيوب؟ في الألف أغاني ثورية وعشق وأرض وفن، وفي الياء من يقول يمن، وفي الواو وطن، وفي الباء باب للسعادة وبداية للزمن. فسلام الله عليك يا أيوب، سلام على قلبك الأخضر كعشب الجنة وصوتك الصافي كماء أنهارها. سلام عليك يا من تحج طوابير آلات الموسيقى إلى صوته كل مساء. وتسافر أسراب العصافير من حنجرته كل صباح. سلام عليك يا من تشرق الشمس من شفتيه إذا غنى، وتغرب ويذبل ضوءها إذا صمت. سلام عليك يا من تصب صوتك الدافئ في أرواحنا كقهوة يمنية فاخرة وساخنة، فتتحول قلوبنا إلى فناجين فخار وصدورنا إلى أباريق خزفية. سلام عليك يا من يتبادل العاشقون أغانيه كباقة ورد، ويتعاطى المشتاقون أنغامه كحبوب مضادة للاكتئاب. سلام عليك يا من تعصب النساء قلوبهن بأوتار عوده عندما يشعرن بالخوف على صغارهن من الحرب الدائرة في البلاد. سلام عليك. نترككم الآن مع كلمة يلقيها المدير العام لقناة بلقيس الأستاذ أحمد الزرقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت المهمة صعبة قليلا بعد كلمة السيدة توكل كرمان، زادها الصديق الشاعر أحمد الشلفي صعوبة، وبالتالي أرجو أن تعذروا محاولتي هذه البسيطة. بداية أرحب بجميع الحاضرين باسمي وباسم جميع الزملاء العاملين في قناة بلقيس، بالفنان الكبير أيوب طارش وبجميع ضيوفنا الكرام كلا بصفته واسمه. أيوب طارش الحديث عنه صعب، خاصة من شخص يعتبر نفسه أحد مريديه. أنا من تتلمذه على يد الفنان الكبير أيوب طارش، عرفته صغيرا في قريتي في أطراف مديرية عبس، عندما كان الناس يعني يجلسون حول المذياع ويسمعون لأغاني أيوب طارش. في صوته اجتمع اليمن وتوحدت أفئدة اليمنيين، ورسمت ألحانه صورة الإنسان اليمني بشكل استثنائي، كعاشق لأرضه وبلاده وفي لها، مهما جنحت أرياشه يعود إليها ويعاوده الحنين فيرجع لحوله فيسقيه. أيوب الفنان الذي نشأنا على صوته وتلمست قلوبنا
قلوبنا الحب على أنغام ألحانه، فكان بحق ضوء الحب وشبابة الحياة على يديه، ليس مجرد فنان بل هو شاعر وملحن وموسيقار ومدرسة فنية متكاملة، وقبل ذلك هو شخص ممتلئ بالإنسانية والجمال ومدرسة في الحب والتواضع الحقيقي. عاش أيوب حياة صعبة جدا، حفر خلالها اسمه في الصخر. منذ الصغر كان يعمل، عمل راعيا وله قصص كبيرة مع أغنامه التي كان يتركها ويذهب ليغني أو يعزف. استمر كذلك طويلا، وعرف كشخص أو كفنان عصامي لم يعتمد على أحد، ولم يكن في يوم من الأيام مغنيا أو فنانا لسلطة أو لمسؤول، وبالتالي نأى بنفسه كثيرا عن هذه لم يجني أيوب أي أموال من فنه، لكنه جنى حب الجماهير وإخلاصهم ووفاءهم له. ليس له بيت، لكن قلوب اليمنيين جميعا هي بيوته. من يقترب منه يدرك كم هو عظيم وكم هو استثنائي وكم هو كبير كحجم اليمن الكبير. الموسيقار أيوب طارش عبسي اسم عصي على النسيان في تاريخ الأغنية اليمنية، ورقم صعب يصعب تجاوزه. صنع لونا غنائيا خاصا به، صنع اللون التعزي، وقبل أيوب لم يكن هناك فن، وبعد أيوب لا أعتقد أن هناك فن سيأتي أو من يستطيع أن يسد ما قام به أيوب. الفن السهل الممتنع، واللحن العذب، والكلمات المختارة بعناية من شعراء ملهمين، تلك خلاصة أكثر من نصف قرن أثمرت عنه عشرات الأغاني العاطفية والسياسية والصوفية، وتلك المخصصة للأرض والحصاد والحنين والشغف اللامتناهي بمواطن الجمال. أي ثراء وأي تراث صنعه أيوب وأهداه لنا وللأجيال القادمة، وأي تخليد أكثر من أن تكون ألحانه حاضرة في صباحات اليمنيين ومقايلهم، وخير رفيق في سفرهم وترحالهم. أي نهر هذا الذي يتدفق بعذوبة من صوتك وإحساسك الصادق الممتلئ بالعواطف والشجن والحزن النبيل؟ أي صبر تمتلكه يا قامتنا الفنية وأنت تستمر في العطاء بلا حدود؟ وأي شموخ ذلك الذي تحيل فيه انكساراتنا لانتصارات؟ لو كنت طبيبا لعالجت أرواح اليمنيين بصوت أيوب، ولوصفت أغانيه بدلا عن الأدوية. جربوا التداوي بألحانه ونظفوا أرواحكم بالاستماع إليه. لا توجد أغنية لأيوب يمكن الاكتفاء منها، كأنها جميعها خلقت لتناسبه هو فقط، فهو ينفخ فيها من روحه وإحساسه، ولعل بساطته وإخلاصه لفنه بمثابة السحر الذي يلقيه على تلك الأغاني. كم هي فقيرة الشعوب التي لا يوجد فيها فنان كأيوب، الذي أعتبره أنا شخصيا وطني القريب الخالي من النزاعات والصراعات والعنف والكراهية. أتمنى أن تعيد الأجيال الشابة اكتشاف أيوب والاقتراب أكثر من تجربته الملهمة، وأن يصبح فنه أحد المقررات الدراسية في المناهج التعليمية. وأتمنى أن يتم تخليد أيوب بإنشاء أكاديمية فنية باسمه، وهذا جزء بسيط مما يستحقه فناننا الكبير. ختاما لابد أن أشير إلى أننا في قناة بلقيس قمنا بشراء آخر أعمال الفنان أيوب طارش عبسي، وشراء بث آخر عمل له وهو بعنوان شعارنا إنسانية بمبلغ 20,000 دولار، مع إيماننا الكبير أن أعمال الفنان أيوب طارش لا تقدر بثمن. وندعو من هنا جميع المؤسسات الإعلامية والفنية لاحترام حقوق الفنان الفكرية والمادية، ووقف السطو على أعماله الفنية التي استفادوا منها ماديا ومعنويا دون أي سند قانوني.
أشكر الفنان أيوب مرة أخرى، وأشكر الأستاذة توكل كرمان على هذه اللفتة، وأشكر أيضا جميع الحضور كلهم باسمي، وأتمنى لفناننا الكبير طول الصحة والسلامة والعمر، وأن نراه سعيدا كما أسعدنا جميعا. لقد كان الفنان أيوب طارش صاحب الصوت الخالد في ذاكرة كل يمني ووجدانه، حاضرا في كل تفاصيل حياتنا الصغيرة والكبيرة، في الطفولة وفي أيام المدرسة ولحظات الحب الأولى ولحظات اللقاء وتنهيدات الشوق عند الفراق، في الأفراح والأشجان، في الوطن والغربة، في الثورة والحرب والسلم. للتفاصيل أكثر عن حكايتنا مع أيوب أقدمها الشاعر الثائر عمر النهمي. السلام عليكم أيها الحاضرون جميعا. لنا اليوم أن نتوقف عن الشعور بالغربة، فكيف نشعر بها وأيوب الوطن حاضر بيننا؟ كيف نشعر بها وأيوب الوطن حاضر بيننا كما كان حاضرا في كل تفاصيل حياتنا الصغيرة والكبيرة من قبل؟ ففي طفولتنا مثلا، حين كانت أمهاتنا يوقظننا من النوم لتناول طعام الإفطار، تعودنا أن يقدمن لنا طبقا ممتلئا بأغانيه الشهية قبل تقديمهن لأطباق الطعام، فتتفتح شهيتنا على أنغامه كوردة برية. كنا نتناول الطعام وكان أيوب يغني لنا، فنتذوق في قرص الخبز سنابل الحقول التي سقتها أغانيه، ونطعم في كاسات الشاي نكهة الصباح الذي تشرق شمسه كأغنية من فمه. كنا نتناول الطعام على أنغام أغانيه بنهم حتى نشبع من تناول الإفطار، ولكننا لا نشبع من أغاني أيوب. بعد الانتهاء من تناول الطعام، كانت جداتنا رعاهن الله يقومن باصطحابنا إلى الحقول، إلى حقول القرية من أجل الحصاد، وكان أيوب يرافقنا إلى هناك، وفي الحقل يغني لنا: يا حاملات الشريم والطل فوق الحشائش، معطرات الزنان فوق الصدور الزراكش، هيا سبقين الطيور وغرد في الغباشش، لون حشيش البكور واطون سبلع المحاجش، ومن ندى الغيم رشين قليبي والهان عاطش. كبرنا وأدخلنا أباؤنا المدرسة، وهناك كان أيوب أول من يستقبلنا. نقف في طابور المدرسة الصباحي فيغني لنا: رددي أياتها الدنيا نشيدي، رددي وأعيدي. فنردد من خلفه وصوته الشجي يهز قلوبنا، فترفرف كعلم البلاد أعلى سارية المدرسة. كبرنا أكثر وانتقلنا من الريف إلى المدينة، وكان أيوب حاضرا معنا كعادته، يذكرنا بأيامنا الخالية في القرية حتى لا ننساها في زحام المدينة، يذكرنا بتغاريد العصافير حتى لا تتوه أرواحنا في ضجيج السيارات وضوضاء الأسواق. يغني فتنساب السواقي من خيالنا على إسفلت المدينة، تماما كأغنية تنساب من أوتار عوده. كبرنا أكثر وأصبحنا شبابا بقلوب ضامئة، حينها
حينها كان أيوب معنا كما عودنا دائما، يسقي قلوبنا بالأغاني فتنمو كزهر الأودية، وتفوح منها مشاعرنا كعطر المشاقر في جدائل الراعيات. وحين وقعنا في الحب كان أيوب معلمنا فيه. حبيت ماشي حلمت أو ترأيت ولا تمنيت يا ريت، حبيت يا ناس حبيت وأنا مع الحب في بيت. فقطفنا أغاني الحب كباقة ورد من فمه، فقطفنا أغاني الحب كباقة ورد من فمه، أغنية وردة، وقدمناهن هدايا لحبيباتنا. وحين غبنا عنا وشعرنا بالشوق إليهن، كان أيوب إلى جوارنا يغني ويواسينا. مهما يلوعني الحنين شصبر وراعي لك سنين، وأعطيك كل العمر ما دامك على عهدك أمين. وفي اللقاء كانت حبيباتنا يسألننا كم نحبهن، فيجيب أيوب على شفاهنا: لك أيامي وأشواقي وحنيني، لك آهات فؤادي وشجوني، أنت روحي، أنت ما لملمته من منى العمر وأحلام السنين. كبرنا أكثر وصارت لنا أحلام، منها تكوين أسرة، ومن أجل ذلك قررنا الاقتراب، وكان أيوب كعادته معنا يرافقنا في طريق السفر، يحمل الحقائب معنا ويغني: بالله عليك ومسافر لا لاقيت الحبيب، بلغ سلامي إليه وقل له كم بات غيب. وحين وصلنا إلى المنفى ظل يذكرنا بأحبتنا الذين تركناهم خلفنا، فيعاتبنا نيابة عنهم ويغني: ما شاش مكتوبك ولا الصدارة، قصدي تعود حتى ولو زيارة. فيزيد نار أشواقنا اشتعالا، وحين تنهكنا الغربة ويتعبنا الركض خلف الرزق في شوارع المنفى، يغني لنا: جوال 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 هنا وهناك في عيون طيف أمال. ثم يغني: دايم زماني أنا بين مجفى ومغلايب، ما ذقت طعم سآدة ميان لهم إز من فارق ديارهم حبايب. وكيف هناه زاده فنحاول الصمود أمام أغانيه ومقاومة الشعور بالغربة الناتج عنها، فيحثنا على العودة: ارجع لحولك كم دعك تسقيه. ورد الربيع من له سواك يجنيه، والزرع أخضر والجهيش بالأحجان، فنعود لنتزوج بحبيباتنا، فيكون أيوب أول الحاضرين في أفراحنا. يزفنا عروسنا بين الحلي، لو اللواحف تبتلي اتعوذي ألا بسملي محوطة لا تخجلي. يزفنا إلى باب منزلنا الجديد، وحين يأتي الضيوف في اليوم التالي لتهنئتنا يفتح الباب لهم أيوب. أي شيء قدره قدر ضيوفي غير تاريخي وأمجاد سيوفي. وفي ليالي الحب كان يشعل الشموع لنا ويغني: مهنا حبيبي وسط داري يحوم، كأن عندي كل ضوء النجوم. كبرنا أكثر وصار لنا أولاد، وكنا نراهم يكبرون في بلاد غير تلك البلاد الجميلة التي غنى لها أيوب. حينها قررنا البحث عن ذلك الوطن الذي عشقناه وعرفناه من خلالها، فثرنا. وحين خرجنا إلى الشوارع كان أيوب في الصفوف الأولى معنا، بل كان هو من يقودنا يهتف ويغني: هذه يومي أسير في ضحاها، ونسير كالضوء خلفه. وحين يصيبنا التعب ينعش أرواحنا بأغنية: مواكب الزحف نحو المجد زيدينا، وثبا إليه وزيدي من تحدينا، وذكري متناسينا وناسينا أنا على الدرب لازلنا يمانينا. يسقط الشهداء في صفوفنا، نشيعهم ويشيعهم أيوب معنا، يذكرنا ألا ننسى دمهم ويصدح: من حق كل شهيد أكد القسم على الفداء وسقى أرض الكفاح دما، ألا نضيع له عهدا ولا ذمما، وأن نسير على النهج الذي رسم لنستمر بالثورة في وجه الظالمين. لقد كان أيوب حاضرا معنا في كل تفاصيل حياتنا الصغيرة والكبيرة، في الحب والثورة، في الشوق واللقاء، في الغربة والوطن، وآن الأوان لأن نبادله الوفاء ونكون معه. أحبك يا أيوب.
شكرا للشاعر الثائر عمر النهمي على هذه الكلمة القوية والثائرة. هو أيوب، هو أيوب صاحب القلب الصوفي الشفاف، ذلك القلب الذي تحول إلى عش يفتح نوافذه لعصافير الصباح، القلب الذي تحول إلى وطن للمغتربين في منافيهم، وفنجان لقهوة الفلاحين في الحقول، وكوز ماء بارد تشرب منه الراعيات في السهول، صومعة يتعبد فيها الناسكون، وصندوق موسيقى يشرب من أنغامه العاشقون، وكتاب وطني ينهل من سطوره الثائرون. وهو أيوب يحلق كحمامة في خارطة البلاد، حاملا الحب من بيت إلى بيت، ويتجاوز الحدود إلى المنافي ليبحر كزورق بين القلوب البعيدة، متنقلا من قلب إلى قلب. الآن ومع وصلة غنائية جماعية لشباب تشربوا فن وغناء فنان الأرض عندليب الأشجار، أيوب طارش، أيوب طارش عبسي، بأغنيتين تحملان صباح الرضا وأغنية أيضا صباح الخير. في الغناء معكم صفا عبد العزيز وعلي وغرة ثابت وعبد العزيز كمال، وفي عزف العود عمر نعمان وعامر العامري. وفي الأورج محمد العطاس. السلام عليكم، شكرا جزيلا يا أستاذ على التقديم الرائع، أهلا بكم جميعا، أهلا عمنا أيوب. أنا يعني سأزيل كل الرسميات، أنتم في قلوبنا والله. إحنا اليوم جينا نفرح مع بعض لحضورك، وشكرا للمؤسسة على هذه الفرصة أن إحنا نشوفك ونلتقي فيك ونسلم عليك. وهذه المشاركة يعني المعذرة على القصور، هذه مشاركة من أبنائك يعني، فخذها كما يأخذ الأب من ابنه. شكرا جزيلا. يعني الكلام هو سواء من الأستاذ علي أو من جميع الشباب، إحنا يعني نعتذر من جميع الحاضرين في حال كان أي قصور، يعني إذا حضر الماء هو يقول بطل التيمم، فإحنا يعني إن شاء الله نحاول إن إحنا نقدم شيء للأساتذة إذا كانوا صعبة، فإحنا إن شاء الله. ويا ريت الكل الأغاني اللي كنا حافظينها كلنا مع بعض ونردد كلنا مع بعض، يعني كلنا نجدد الفن مع بعض. الله يخليكم حبايبي. يا صباح الرضا على مشارف بلادي، الشيوخ والشباب حتى الذي بالمزابي، الشيوخ والشباب حتى الذي بالمزابي، يا بكور افرحين وزينينا البوادي، زغلتين وارقصين على أصول الميرابي، زغلتين وارقصين على أصول الميرابي. كل صفحة
كلنا سوا. ها الله راح الرضا على مشايخ بلادي الشيوخ والشباب حتى الذي بالمزابي الشيوخ والشباب حتى الذي بالمزابي يا بكور افرحي وزيني البوادي بزغردي وقصي على أصول الغراب زغردي وقصي على أصول الغراب الرجال أهل القلوب السالمة يا صباح الرضا على مشارف بلادي الشيوخ والشباب حتى الذي بالمذابي الشيوخ والشباب حتى الذي بالمذابي يا بكور افرحي وزيني البوادي زغردي وارقصي على أصول الغرابي زغردي وارقصي على أصول الغرابي والشباب الشباب الأسن أهل الأيادي والسيوف والبراع والشرح يشكي يا نبي بالسيوف والبراع والشرح يشكي يا نبي والعطاء يا قسام ماهيش حبيبي بقيمة والرجال الرجال أهل القلوب السالمة الرجال الرجال القلوب السالمة صباح الخير وإصباحا صباحا أنت مصباحا صباح الخير وإصباحا صباح صباح على الأحباب وقفر أنت مفتاح صباح صباح على الأحباب وقفر أنت مفتاح عاش الشباب كلنا يلا فوق الله صباح من جاء معانا طار وطاب الحي وشرحه صباح من جاء معانا طار وطاب الحي وشرحه شراق اليوم بالبكير مخاط تصبح لنا طاهر شراق
الشباب كلنا صدقة بالعالم مع بعض. يلا حاشو الله هاي عاش الشباب كلنا مع بعض. الله معاني بحرها زخير وضوى نجمها الزهير. معاني بحرها زخير وضوى نجمها الزهير. لدور رداءه مشوق تمشي الصابر انا لدور رداءه عيون. كنا سوا مشوق تمشي الصابر انا سيري زلنا مع الوصلات الغنائية. نحب أيوب لأنه وحد خارطة البلاد في أغانيه قبل إعلان الوحدة اليمنية بسنين عديدة، فجمع فيها كل لهجات البلاد التهامية والتعزية والصنعانية، ولون حياة اليمنيين بكل ألوان الفن من اللون الحضرمي إلى اللون الصنعاني مروراً باللون اللحجي والعدني. فتعانقت داخل أغانيه قمم جبل سامع بسفوح شمسان، وتصافحت صهاريج عدن مع مآدن صنعاء القديمة، وتراقصت سواقي وادي الضباف في تعز مع حقول البن في حراز، فغسل أسماعنا بصوته الرنان كقطرات المطر من شوائب الأيام العالقة في قلوبنا. ومع أجواء الغناء تعالوا الآن لنستمع ونستمتع بوصلة غنائية أخرى بأغنيتين، الأولى بعنوان ارجع لحولك والثانية يا ريت من الشباب، والثانية يعني دمت يا سبتمبر. تفضل. يا ريت من الشباب، يعني الأغنية اللي كلنا نعرفها كلنا نغني مع بعض. أوكي، إحنا كلنا هنا يعني بحضرة الهامة الكبيرة يعني الأستاذ أيوب، يعني فإحنا إن شاء الله كلنا مع بعض نكون معه. أوكي، يعطيكم العافية شباب كلهم. أخضر والجهيش
برحقان والقهيش برحقان. والقهيش بلا حجان والقهيش بلا حجان.
الشباب صفقة مع بعض يلا. والسرح أخضر والجمس الحول. لازم نعود لنضال سبتمبر ولا لا؟ فقر النضالي النضالي دمت يا سبتمبر التحرير يا فقر النضالي النضالي دمت يا سبتمبر التحرير يا فقر النضالي النضالي ثورة تمضي بإيمان على درب المعالي المعالي ثورة تمضي بإيمان على درب المعالي المعالي تسحق الباغي تدق الظلم تأتي بالمعالي تسحق الباغي تدق الظلم تأتي بالمحال تسحق الباغي تأتي بالمحال هدى
هدم الشعب السجون وكور المجرمين، 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 ومضى يحمل عرينا، ومضى يحمل عرينا، ومضى يحمل عرينا، ومضى يحمل عرينا، دمت يا سبتمبر التحرير يا فجر النضال، النضال دمت يا سبتمبر التحرير يا فجر النضال، النضال ثورة تمضي بإيمان على درب المعالي، المعالي ثورة تمضي بإيمان على درب المعالي، المعالي تسحق الباغي تدك الظلم تأتي بالمحال، تسحق الباغي تدك الظلم تأتي بالمحال. موكب التحرير ألفت القلوب، القلوب وتوحدنا شمالا وجنوبا، جنوبا موكب التحرير ألفت القلوب، القلوب وتوحدنا شمالا وجنوبا، جنوبا وفتحنا لسان العلم الدروبا، وفتحنا لسان العلم الدروبا، دمت يا سبتمبر التحرير يا فجر النضال، النضال دمت يا سبتمبر التحرير يا فجر النضال، النضال ثورة تمضي بإيمان على درب المعالي، المعالي ثورة تمضي بإيمان على درب المعالي، المعالي تسحق الباغي تدك الظلم تأتي بالمحال، تسحق الباغي تدك الظلم تأتي بالمحال، تسحق الباغي تدك الظلم تأتي بالمحال. بصفتي ثائرا أتوجه بالشكر الجزيل للفنان أيوب طارش نيابة عن كل الثائرين، فقد كانت أغانيه الثورية عود الثقاب الذي أشعل شرارة الحرية الأولى في دمي. وبصفتي عاشقا أتقدم له بالشكر الجزيل نيابة عن كل العاشقين، فقد كانت أغاني الحب مثل الفراشات من فمه، هي من لقحت أزهار قلبي الأولى لتفوح منها العواطف كدخان البخور العدني من حولي. وبصفتي يمنيا أتقدم له بالشكر الجزيل نيابة عن كل اليمنيين، فقد كانت أغانيه الوطنية المسمارة، فقد كانت أغانيه الوطنية المسامير الناعمة التي تثبتني على أرض الوطن، واليد التي تحرك في قلبي شعور الانتماء إلى كل ذرة في ترابها. ولطالما كان حب اليمن يكبر في قلبي مع كل مرة أردد فيها النشيد الوطني من خلفه. وبصفتي مغتربا المغتربون وبصفتي مغتربا أتقدم له بالشكر الجزيل نيابة عن كل المغتربين، فقد كانت أغانيه ذلك الحبل الذي يشدني من قلبي كلما أفلت من قبضة الشوق إلى وطني، كما كان صوته البوصلة التي ترشد روحي كلما تاهت
في شوارع المنفى لتعيدها شطر بلادي، ومع آخر وصلة غنائية لأغنيتين بعنوان خذني معك ومطر مطر. اليوم بس أحب أقول لك بابا أيوب إنه أنت دائما غنيت لنا وكنت معانا دائما، فاليوم أحب أني أغني لك. قلبي في الحشا كيف شفرقك وانت الذي
شاكل في قلبي في الحشا. خذني معك خذني معك خذني معك خذني معك ويا حبيبي جت معك. خذني معك خذني معك خذني معك. شباب كنا مع بعض صدعات والله. يا من بقربك احتمي واسعد باحلامك زمان. يا من بقربك احتمي واسعد باحلامك زمان. خذني معك خذني معك خذني معك خذني معك ويا حبيبي شتبعك. خذني معك خذني معك ويا حبيبي شتبعك. خذني معك خذني معك عاشعك والله. خذ من عيوني ما تشاء شفتك في روحي يا رشا. خذ من عيوني شفتك في روحي يا رشا. كيف شفرقك وانت الذي ساكن في قلبي في الحشا. كيف شفرقك وانت الذي ساكن في قلبي في الحشا. خذني معك خذني معك خذني معك خذني معك ويا حبيبي شفعك. خذني معك خذني معك ويا معك. خذني معك خذني معك خذني معك ويا حبيبي شتبعك. خذني معك 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 خذني معك. لا لا خذني معك أي. طبعا شباب يعني قبل ما الأغنية لها يعني معنى خاص طابع خاص. فإحنا يا ريت كلنا يعني ما دام غنوا سبتمبر غنوا خذني معك. إيش اللي بقى معنا؟ مطر اللي هو المطر. فإحنا كلنا يا ريت يعني بس نبدأ كلنا مع بعض صوت واحد. الله يخليكم. الله بس يا ريت نعم. كلنا حنقول مع بعض
مطر مطر والضبا بينا تدور مكان يا ليت وانا سقيم مطر مطر والضبا بينا تدور مكان يا ليت وانا سقيم يا ريت انا خدر بدوي لو ما يروح مخريب يا ريت انا كوز بارد وحده يشرب انه شويه صعيب وعلى شويه على شويه صعيب كنا كنا سوا كنا عاش والله حبشون وردي وحبشوش وسامح الله أحبابي على سبحة لحبوش على سبحة لحبوش يصفي قوانا غمام صيف وردي وحبشوش وردي وحبشوش سامح الله أحبابي على سبح لعبوش على سبح لعبوش هم عذبوني وخلوني تيام ومربوش والحب قرقوش ما مثله ولا أي قرقوش والحب قرقوش ما مثله ولا أي مطر وقف بينك تدور مكان يا ليت وانا سقيم مطر مطر وقف بينك تدور مكان يا ليت وانا سقيم يا ريت انا خدر بدوي كله يدخل لو ما يروح مخريم لو ما يروح مخريم يا ريت انا كوز بارد وحده يشربن على شويه صعيد على شويه صعيد بنقول كلها فرشت قلبي لكل اسمر عيون السهر وهديت عمري جباله فرشت قلبي لكل اسمر عيون مرايا وهديت عمري جباله انا الذي قاضي اشواق سرايا سرايا وحفهم لي جمال ولفها في حباله كم كان يضحك معاكو للحسان الصبايا واليوم عايش لحاله واليوم عايش لحاله وفرشت قلبي عيونه سهر وهديت عمري فداله فرشت قلبي لك يا أيوب وقلبي سهر وهديت روحي فداله كم كان يسهر معاكم للحسان الصبايا واليوم عايش لحاله عاشوا 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 الله ما كان يحسب حساب السحر في الثغرة لشنا في الثغرة لشنا وكان ناسي بأنه آخر اليوم يحنا اليوم يحنا ما كان يحسب حساب السحر
في الثغرة لشنان وكان ناسي بأن آخر اليوم يا حنان غبني على من عشق غبني على كل من حاب غبني على من شرب كاس المحبة وجرب غبني على من شرب كاس المحبة يا شباب كنا في العالي يلا سواها مطر مطر وقضي بابين تدور مكاننا يا ريت ولا تجيب مطر مطر وقضي بابين تدور مكاننا يا ريت ولا يا ريتنا خدر بدوي كله يدخلن لو ما يروح مخرين لو ما يروح مخرين يا ريتنا كوز بارد وحده يشربن على شوية صعيد على شوية صعيد وعلى شوية صعيد على شوية صعيد على شوية صعيد على شوية صعيد وعلى شوية صعيد تحية طيبة لكم الله يخليكم تحية طيبة للجميع نحن والله يعني لا نستطيع أن نقول كلام يعني في هذا الحضور جميعا ومقام الأستاذ أيوب يعني أعذرنا على أي تقصير في حال بدر مننا الله يخليكم نحن نتشرف بهذه الوقفة أمامك يعني هذا ويا ريت يا شباب الحاضرين كلنا احنا جينا هنا نحيي الأستاذ أيوب فكلنا نحييه مع بعض يا ريت كلنا مع بعض بالعالي الله يخليكم عشتوا والله يسعدكم نشكر الجميع شكرا أستاذ أيوب يعني مني أنا عبد العزيز كمال من كل الشباب يعني كلهم باسمي وصفته الشباب العازفين كذلك يعني نقول لك شكرا على الفن اللي يعني تربينا احنا نسمعه شكرا على الأيام اللي كنا نسمع فيها فنك أستاذ أيوب ويا ريت نشكر يعني كلنا الشباب القائمين على هذا الحفل سواء من المؤسسة سواء من القناة كلنا نحييهم وكلنا نشكرهم الله يستر شكرا شكرا على هذه الوصلات الغنائية الجميلة التي قدمها هؤلاء الشباب لفن وغناء صوت اليمن وضميره الفني أيوب طارش عبدي نسمع لهم تحية أخيرة إذن الآن ومع أهم وآخر فقرة في حفلنا وهي فقرة تكريم صوت اليمن وضميرها الفني الفنان أيوب طارش عبسي ندعو الأستاذة توكل كرمان للصعود إلى المسرح لتسليمه درع التكريم
تحية شباب، تحية كلنا مع بعض. صفا صفا دقا دقا شلنا الزفاف العالية، زفوا وحفوا للجميع أحلى ورود الرابية. اسمع زغاريد القلوب من الصبايا حولنا، وكل شبان القرى قد شاركونا في الهنا. شباب طبيعي عيشك بالمسرات طاب. إذن سيدات وكل كرمان، تسلم الفنان الكبير أيوب طارش عبسي هذا الدرع من السيدة توكل كرمان، وأيضا أيضا هذه الهدية المتواضعة، مظروف مالي بسيط وهو عبارة عن مبلغ وقدره 30,000 دولار، مقدمة من السيدة توكل كرمان. في هذه اللحظة تتاح الفرصة لمن يحب أن يقول كلمة. سيد أيوب، شرفنا بكلمة بسيطة. شرفنا بكلمة بسيطة. في هذا المقام العظيم لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والامتنان لمن كان سببا في لقائنا هذا وفي هذا التكريم الجميل، الأخت العزيزة. عارفين تعرفوها، تعرفوها من غير ما أذكر اسمه. ففرصة سعيدة لنا جميعا أن نحن التقينا في هذا المكان الجميل، وكان لي حزنا أنتابني في هذه اللحظة، وهو لماذا لم يكرم رفيق دربي الشاعر العظيم عبد الله عبد الوهاب بن عمان. في حياته رحمه الله الآن كيف يكرمه هناه وقد توفى وانتقل إلى جوار ربه، كان لا بد له من تكريم يسعده في الدنيا قبل الآخرة. حزنت من هذاك الموقف الذي وجدت فيه بالزيارة لمن ألف النشيد الوطني لهذا البلد، وذلك التمثال العظيم الذي عمله لهذا الشاعر، والذكريات العظيمة والمقر الذي يحوي كل
ما خلفه ذلك الشاعر من أحد من أشياء جميلة. فهنا طرق في بالي الأستاذ عبد الله عبد الوهاب بن عمان الذي ألف نشيدنا هذا الوطني، النشيد الذي يمكن أن نسميه نشيدا عالميا، لأنه قد جمع فيه حب الإنسانية كلها. قال: عشت إيماني وحبي أممية، أنا أحب الناس كلهم بمختلف فئاتهم، ومسيري فوق دربي عربية، وسيبقى نبض قلبي يمنية. يعني أنا إنسان، أنا عربي، أنا يمني، أنا إنسان، أنا عربي، أنا يمني. فلماذا لا يكرم هذا الشاعر العظيم وقد عمل هذا الكلام الذي يعني يعتبر كلاما كبيرا على مستوى العالم؟ وأشكر يعني الوقت توكل على هذه اللفتة الكريمة التي يعني كانت مميزة حقيقة، وأسعدتني كثيرا كما أسعدت الكثيرين بهذا اللقاء الذين لم يعرفوا أيوب ولم يلتقوا به ولم يواجهوا هكذا. فشكرا كثيرا لكم، وتحياتي للجميع، إلى أن نلتقي بإذن الله. شباب طبيعي شاك في المسرات طاب. الشباب كنا مع بعض علشان إذن عشتوا بهذه الكلمة التي ألقاها فناننا الكبير أيوب طارش عبسي. وبهذا التكريم نختم هذا الاحتفال الذي نتمنى من أعماق قلوبنا أن يكون لائقاً بقدر فناننا القدير أيوب طارش عبسي. وننوه أن الاحتفال برعاية وتعاون بين قناة بلقيس ومؤسسة توكل كرمان الدولية. شكراً لكم، شكراً جزيلاً لكم، شكراً جزيلاً. مرحباً بك وزينا الشباب طبيعي عيشك بالمسرات طال. وعليك من الحس ذي ألفين حجاب معلقة فوق كل طاقة وباب. يا ليتي والأيام توفير وعف تغير الدنيا بعرف الورود. وبخور أيامي بعنبر وعود سمير الريحان فوق الخدود. يا ليتي والأيام توفير وعود تعطير الدنيا بعرف الورود. وبخور أيامي بعنبر وأسامير الريحان فوق الخدود. عليك من الحس ذي ألفين حجاب معلقة فوق كل طاقة وباب. مرحبا بك
وزين الشباب طبيعي عيشك بالمسرات طار. وبخور ايامي بعنبر وسامير الريحاني فوق الخدود. وبخور ايامي بعنبر وعود سامير